تحمل عملية اغتيال سفير الروسي في أنقرة أندري كارولوف عدة رسائل، ربما من أهمها ضرب التقارب الروسي التركي الأخير وحرفه عن مساره في إيجاد أرضية جديدة لتسوية الأزمة السورية. هذا ما يؤكده مراقبون فيما رأى الرئيسان أردوغان وبوتين في الاغتيال عملاً استفزازياً، وأكدا خلال اتصال هاتفي في أعقاب العملية أن يكون التضامن بين موسكو وأنقرة أقوى وأكثر تميزاً، على الأخص في مجال مكافحة الإرهاب العالمي خلال المرحلة المقبلة.